الشمسي والأسام. اسمعي صوتك وريني وجهك ولا تخجلي من كثرة الأسام. فصوتك لطيف ووجهك جميل ولحن الرجوع أجمل الألحان. ولحن الرجوع أجمل الألحان. أنا سوداء بفعل الخطية وأصلي جمالي جمال الحبيب. وبنو أمي غضبوا علي وجاء اضطهادي من باب القريب. وجاء اضطهادي من باب القريب. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأسى. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأسام. كلك جميل بلا عيب فيك قد سبيت قلبي ما أحسن حبك. في دمي أراك بغير ظلم فيك. افتحي يا أختي يا حمامتي. افتحي يا أختي يا حمامتي. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأسام. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأسام. مشرقة كالصبح طاهرة كالشمس تعلن الإنجيل فيهرب الظلام. جميلة كالقمر مرهبة كجيش. اثبتي في حبي تحمل الألام. اثبتي في حبي تحمل الألام. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأثام. متخطيا جبال الجلجوسة عابرا تلال الناموس والأثام. هذا حبيبي يسوع خليلي أبيض رقيق بطهر الإله. تحبه نفسي وصار دليلي وأحمر كفادي طهرني الدماء. وأحمر كفادي طهرني بدماء. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال. صوت حبيبي فوق الجبال هو ذا آت على التلال. متخطيا جبال الجلجوسة
عابرا تلال الناموس والأسى متخطيا جبال الجلجثة عابرا تلال الناموس والآثام أنا لحبيبي وحبيبي ليا وتحت ظله اشتهيت الجلوس حلوة لحلقي ثمرته إنه يناديني يا أختي العروس إنه يناديني يا أختي العروس صوت حبيبي فوق الجبال هو زاءات على التلال متخطيا جبال الجلجثة عابرا تلال الناموس والآثام متخطيا جبال الجلجثة عابرا تلال الناموس والآثام كلها تسابيح بنطوب فيها العذراء ونجد اسم المسيح في عشية كل أحد ونقدم سبعة مجيد لتطويب أم الملك محلى أيامك يكيا ما كل تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح أحد الأول جبرائيل بشر الكاهن زكريا بميلاده المعمد صارخ في البرية محلى أيامك يكيا أيامك كلها تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح إبراهيم بشر ابنة يواقيم بميلاد عمانوئيل صانع الخلاص العظيم محلى أيامك يكيا أيامك كلها تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح الأحد بيت العذراء تسبب تدمى لي صابات جانين بابتهاج في بطنها بثبات محلى أيامك يكيا أيامك كلها تسبيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح أحد الرابع لي صابات ولدت عطية في السماء يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء
محلى أيامك يا كيا، أيامك كلها تسابيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح. عشرين من كيا في المزود ولد يسوع، يعطينا خبز الحياة ويروينا بالينبوع. محلى أيامك يا كيا، أيامك كلها تسابيح بنطوب فيه العذراء ونمجد اسم المسيح. بشر الروع وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. محلى أيامك يا كيا، أيامك كلها تسابيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح. أيامك كلها تسابيح بنطوب فيها العذراء ونمجد اسم المسيح. في البتول وشرة فيها وأقول يا أصل الأصول يا جوهر مكنون بابنك يا ستنا خلاص جنسنا وبلغنا المنى وبك نحن فرحون. جسد الابن بثبات من ست البنات صلب عنا ومات عند الإكرانيون. ثمرات يا ابنة صهيون أوزال لموني وكم عني يقولون. جاك غبريال ببشاير وقوال وقبلت ما قال سر خفي مكنون. وسباني سباني حبك يا فخر الرتاب، موسى رأك يا مريم عجب من عجاب، والأنادي الفضة بتضوي والصلب دهب. يا قبة موسى يا مريم يا شرية هارون، حل بكلمته وشرح قدرته، صرت كسمائه
سأدام بعد إن كان نديم ويعتق العالم ونحن بك فرحون دائم تمجيده وعهد تلاميذه يخلص عبيده من كيد الأرجون داود قال عنك الملك اشتهى حسنك وتجسد منك رب العرش المكنون ربوات وألوف حول العرش وقوف وطغمت وصفوف وشهداء متصلون وسباني سباني حبك يا فخر الرتاب موسى رأك يا مريم عجب من عجاب والأنادي الفضة بتضوي والصلب اندهب يا قبة موسى يا مريم يا شرية هارون زالت عنا الأحزان وصرنا في اطمئنان بك يا مريم يا فخر البشريين سالومي شهدت ان العذراء ولدت امنت واعترفت بالسر المكنون سيل هيمن أبوك صار ينشد بفنون ويعقوب رأك سلم سر مكنون شهد عنك الرؤساء يا كرمى مغروسة يا بكرى عروسة كما عنك تنبؤون صفوني يسخبر بإن يسوع يظهر شبه ندى ومطار والخدمة حسن مصون ضللت حواء آدم وصار يبكي نادم خرج عريان عادم لولاك ما رجعون طوباكي طوباكي حيرت العلماء فلسفة مع حكماء في وصفك يا كلون ظهر منك الإله العالي في سماء وردع لبنك غذا كسائر المخلوقين
وسباني سباني حبك يا فخر الرتاب موسى رأك يا مريم عجب من عجب والأنادي الفضة بتضوي والصلب ذهب بيت موسى يا مريم يا شريط هارون عالي هو قدرك وعظيم هو مجدك والله شرف ذكرك يا شريط هارون غلب فيك المدة يا بدء الأفراح بمديحك يرتاح كل ذال محزون فيك رضا قلبي يا مريم طلبي يسوع ابنك حسبي بقوته أكون قديم أزلي دائم صلب عنا وتألم استيقظ كالنائم والتلاميذ يكرزون كرزوا في الأقطار الرسل الأبرار ونادوا باستبشار الأب الإنجيليون لك كل التعظيم يا ابنتي وقيم حملت السر العظيم ووضعت المكنون موسى ودانيال ضربوا عنك أمثال وقبلت ما قال بسر خفي مكنون نورت الأكوان يا فخر الإيمان لو لابنك ما كان كل الخلائق يعتقون هدايا بإيمان أتوا بها الأعيان مراً وذهب ولبان بها الماجوس حاضرون وسجدوا للمولود الرب المعبود هيرودس صار مرعوب وجنده محتارون لا تنسي في ذلك الحين عبدا خاطي ومسكين شفاعتك يوم الدين لشعب ابنك اجمعون يا ستي عذراء جرحي بك يا براء طالب من رب القدرة القوة والعون
اسأل من جدول غفران وتوبة مع إيمان لنصير وفطمئنان نحن المؤمنون وسباني سباني حبك يا فخر الرتاب موسى رأك يا مريم عجب من العجاب والأناديل الفضة بتضوي والصلبان ذهب يا شري يا أبت موسى يا مريم يا شري هارون لا انت عملت شغلك كويس بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. تابع دراستنا في سفر نشيد الأناشيد الإصحاح الثاني. الإصحاح بيبتدي بحديث الحقيقة هو من العريس مش من العروس زي ما الطبعين أو اللي عاملين النسخة دي كاتبينه. في الإصحاح الأولاني شفنا العروس بتجري ورا العريس بتقول له اجذبني وراءك فنجري، ولما تاهت قال لها ان لم تعرفي فاخرجي على اثار الغنم اللي هم ابائنا اللي احنا بنفتخر بيهم. وبعدين قرب نهاية الاصحاح جلست في ايه محضره ودخلت الى ايه حجاله. شفنا المسيح كعريس بتمدح حبه، وشفناها كراعي، وشفناها كملك، وشفناها في بيت الايه العرس. النهارده بيقول انا نرجس شارون سوسنة الأودية. النرجس دي الزهر زي فلاور كده، لكن السوسنة هي الزنبقة. يعني انت عارف لو انت مسكت فرع ورد، انا اسف ما جبتلكوش النهارده، كنت فاكر اجيب لكم. والسوسنه دي اللي هي الليلي تبقى طويله وزهره بيضة ريحتها جميله جدا ورائعه الجمال. اللي السيد المسيح قال ان سليمان في كل مجده لم يلبس كواحده ايه منها، اللي هي اتكلم على زنابق الحقل اللي موجوده النهارده في الحقل وتلقى غدا فين في التنور. فسوسنه يعني زنبقة، ونرجس دي الايه اللي هي الفرع على بعضه كده. فبيقول انا نرجس شارون. شارون ده وادي، الوادي ده كان بيعبروا منه من اللي طالعين من مصر للنورس، وادي ضيق محجر. الوادي ده كان فيه مية كتير لكن ما كانش يصلح للزراعة لانه كان وادي ضيق، فكان النباتات اللي تطلع فيه تطلع بطبيعتها كده، يعني محدش يزرعها. عشان كده الآباء مسكوا الإصحاح ده وقالوا إن الإصحاح ده بيتكلم عن التجسد، لأن المسيح ولد بدون ذرع بشر،
حد زرعه كالسوسنة اللي هي في الايه في الأودية. في فرق بين الليلي بتاع الأودية والليلي بتاع الجبال. احنا متعودين هنا في كاليفورنيا على بتاع الجبال، لو انتوا فاكرين في السبرينج في الربيع يروحوا كده وتلاقي الجبال كلها شكلها كده فيها ايه ورد ملون، لان الليلي ده برضو فيه الوان، فيه فاميلي كبيرة والوان، بس اللي بيتكلم عنها هنا هي الايه البيضة. فبيتكلم على زهرة بيضة، والسيد المسيح هو يمثل الطهر الكامل، زهرة رائحة زكية. احنا بنعكس رائحة المسيح، فمسيح ريحته ايه زكية. في الشارون يبقى نبت بين الصخور وشقق الجبال، وبيتكلم هنا على السوسنة اللي هي الزنبقة اللي هي الجميلة اللي هي بتعكس جمال الايه المسيح. أبائنا بيقولوا لنا إن اللي بيتكلم هنا العريس مش العروس. ليه؟ بصوا على آية واحد وآية اتنين، هتلاقي آية واحد بيقول أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، وفي آية اتنين يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي. يبقى مين بقى الأساس؟ السوسنة وكالسوسنة. زي المسيح ما هو نور العالم، وإحنا أما نعكس نور المسيح نبقى نور الايه العالم. فاللي بيتكلم في الاول يبقى هو المسيح، هو الله اللي بايه بيحبنا، الله اللي بيشبه النرجس اللي فيه السوسنة اللي جه لارضنا بدون زرع ايه بشر. وده رمز برضو للمن اللي كان بينزل في العهد القديم بدون ما حد كان يعده، فكان برضو بيلاقوه كده نازل وكانوش بيبقى عارفين هو جاي ايه منين. السوسنة من ضمن النرجس دي وفيها السوسنة بتبقى مستقيمة رأسها في السماء، وده عمل السيد المسيح انه نزل عشان يرفعنا. عندما لم يستطع الانسان ان يرتفع الى الله نزل الله اليه لكي ما ايه يرفعه اليه. السيد المسيح يقول لنا الاباء ان هو زهرة الشعب اليهودي وهو سوسنة الشعوب الأممية. يعني إيه؟ يعني هو اللي طلع من أرض اليهودية، لكن الجمال بتاعه إحنا اللي اتمتعنا بيه، اللي إحنا أمننا إيه بيه. والأباء بيربطوا بقى بين الآية دي وبين عصا هارون التي إيه أفرخت، فبيقولوا لنا العصا ناشفة، العصا ما تطلعش زرع. ما جيب عصاية ناشفة زي دي ما توقعش إنها تطلع تنبت كده، لكن لما لقي العصرة دي نبتت، ودي لما عصا هارون أفرخت دي حطوها فين؟ حطوها في تابوت العهد، واخدين بالكو؟ لأن دي كانت علامة من الله. عصا هارون بالنسبة لنا مش العصاية الناشفة بتاعت هارون، عصا هارون بالنسبة لنا هي أمنا العذراء اللي نبت منها مين؟ السيد المسيح بدون ذرع إيه بشر. ففي العهد القديم الموضوع ده بيمثله عصا هارون اللي أفرخت، العهد الجديد بيمثلها السيد المسيح الذي ولد من العذراء بدون زرع بشر. فالذي العصا التي لا تحمل حياة خرج منها حياة، والعذراء البكر اللي بدون زواج خرج منها إيه حياة. قديس إمبروسيوس بيقول مريم هي العصا والمسيح هو الزهرة. زهرة مريم التي تنتشر بها رائحة الإيمان الزكية في العالم كله، الزهرة كبرعم في الحشاء البتولي. شوفوا فكر الآباء إزاي جميل في هذا السفر. الزهرة من ضمن الحاجات الجميلة فيها إنها فيها ريحة، والريحة دي بتزيد إمتى؟ لما تفركها. يعني لما بياخدوا الياسمين او الفل او الليلي بيعملوا فيه ايه؟ ده بيجيبوا له معاصر زي الزيتون كده، فيطلع منه الماده الايه العطره. وده بالنسبه للمسيح، احنا استفدنا من عمل المسيح الخلاصي من خلال الصليب اللي هو جوزة المعصره ايه وحدي. انتوا شايفين قد ايه بقى الزهره ماشيه؟ زهره بدون زرع عصا هارون، عذرة بدون زرع المسيح،
المسيح يتألم يديني أنا إيه الخلاص، وكان أبرع جمالا من بين الإيه البشر. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. الأول احنا اتكلمنا على المسيح اللي هو الله، دلوقتي اللي آمن بالمسيح له رائحة المسيح وله صورة المسيح وله جمال الإيه المسيح، عشان كده بيسميه إيه كالسوسنة. هنا متضاف لها إيه كاف، كاف هنا التمثيل إنها ممثلة بالسوسنة، واخدين بالكم؟ فهنا بيقول له، بيقول لنا إن الكنيسة وكل نفس بتحبني هي زيي في وسط العالم اللي هو بين الإيه الشوك، الشوك اللي هي إيه العالم. تلاقي واحد بيصلي، واحد بيسرق، واحد بيقرأ الإنجيل وبيدرسه، واحد قاعد يثبت إن مفيش ربنا، مش كده؟ عشان كده الكتاب بيقول لنا إحنا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرم بين إخوة كثيرين. فعشان كده كل نفس فينا عشان تعيش في العالم هتبقى حاجة من اتنين، يا إما هتبقى سوسنة يعني لها صورة المسيح، يا إما هتبقى إيه شوك. طب الشوك هتعمل بيه إيه؟ الموضوع ده بقى يفكرنا بمثل الزوان والإيه والحنطة، قال دعوهما ينميان معا لأن لو أنتوا بتجمعوا الزوان تجمعوا الإيه الحنطة. هنا في حاجة جميلة جدا ورسالة تعزية رائعة. المسيح مش بيقولك اوعى تخطي، اوعى تعمل حاجة غلط، يقولك انا حاسس بيك، ده انت كالسوسنة بين الايه الشوك، انا عارف، عارف اتعابك، عارف التمتيشنز اللي انت بتتعرض لها، عارف الحاجات الصعبة اللي انت بتتعرض لها. ده بيقول على نهاية الأيام أنه يقصر الأيام دي لألا حتى المختارين يمدوا إيديهم للإسم، من كثرة الإسم تبرد محبة الإيه الكثيرين. فإحنا ربنا حاسس بينا، عشان كده أوقات لما ناس تكلمني على ربنا أنه قاعد ماسك ورقة وقلم وبيأيد لك، ده فكرة غلط عن ربنا. ده بيقول لك أنا عارف أنت سبهي وصورتي، وبتحيا وسط الشوك ده بإيه؟ بقوتي، بقوتي، وأنا مش هسمح الشوك يخنقك، مش هسمح الشوك ده يسرق أبديتك، لكن أنا حاسس بيك. كذلك حبيبتي بين الإيه البنات، طول ما النفس بتحب ربنا تحيا كسوسنة، وأول ما النفس تفكر في نفسها وتقول أنا بنت وحقوقي فين، يقول لها انت بقيتي ايه، بقيتي شوك، والشوك مصيره هيعمله ايه، هيحترق. كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. هو هنا العريس والعروس شكلهم قاعدين في بستان، فهو بيقول لها انا سوسن وانت كالسوسنة، وانا حاسس باللي حواليكي. فهي بترد عليه وتقول له أنت كالتفاح بين شجر الوعر. شجر الوعر شجر ضخم وممكن يبقى أخضر على طول بس ما فيهوش ثمر، وممكن يبقى فيه شوك كمان. اللي هو شجر الوعر في الآية 3 هو بالضبط زي الإيه الشوك، هو زي الشوك، لكن هي اختارت أنها تشبه العريس هنا بأنه هو إيه بالتفاح. الآباء بيقولولنا إن التفاح بيرمز للتجسد، التفاح بيرمز للتجسد. ليه؟ لأن التجسد هنا ابن الله صار ابن الإيه الإنسان، والتفاح بيديك ثمرة حلوة وشجرة حلوة، وهو كله فمه إيه كله حلاوة وإيه ومشتهى إيه. شجر الوعر اللي بدون ثمر بقى في وسطه شجرة مثمرة. خلينا نفهم علاقة التجسد بدي.
شجر الوعرة ما بيثمرش، ده معناها ان الانسان نتيجة خطيته اصبح لا يستطيع ان يصل الى الله، اصبح ليس فينا ايه صلاح، ليس فينا شيء ايه صالح. لكن الوحيد اللي جه وخلى الجنس البشري بدون خطية هو المسيح، أخذ الذي إيه لنا وأعطانا الذي له. ولما صعد بالجسد ده للسماء ادانا حق الدخول للإيه للأقداس، بنقوله في القداس الغريغوري أصعدت باكورتي إلى إيه السماء. يبقى أنا قدامي شجرة تفاح، مش عشان تفاح بالذات بس تفاح لي ريحة حلوة من صفات برضو المسيح، لكن النقطة هنا الثمر، ان احنا بدون المسيح زي شجر الايه الوعر اللي هو بلا ايه ثمر. ان عملنا كل البر فان احنا عبيد ايه بطلون. لكن هي هنا بتقول له انت زي شجر التفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين الايه البنين. عشان كده احنا بنقول الذي ليس له المسيح ليس له شيء، ولن يكون بلا ايه ولن يكون له ايه ثمر. ودي دور التجسد، ان من خلال عمل المسيح انه اخذ جسدنا وفدانا احنا بقى ابتدى يبقى لنا ايه قدرة على ان احنا نتعمد، وقدرة ان احنا يبقى لنا حلول الروح القدس فينا، وقدرة ان احنا نثمر ثمر ايه روحي. الشوك والشجر الوعر ده أجرة الخطية، لأنه قال لآدم شوكا وحسكا تنبت إيه لك. لكن الشوك والحسك ده السيد المسيح عمل فيهم إيه إيه خدهم ولبسهم على إيه، قال له قال لنا الشوك اللي أنت طلعته بسبب خطيتك ده أنا هلبسه على إيه على رأسي. ليه؟ لأنه حمل عليه إثم جميعنا، هو شال علينا شال خطايانا إحنا. عشان كده هو لبس إكليل الشوك وإحنا بنلبس إكليل الإيه المجد كإيه كأبناء للمسيح. تقول له تحت ظله اشتهيت أن أجلس. الإنسان اللي عاش في الخطية يقول عنهم أشعياء الجالسون في أرض ظلال الموت، ما لهم دول؟ بمجيء المسيح أشرق عليهم إيه نور. موضوع الظل ده موضوع لطيف قوي في الكتاب المقدس. لو أنت ماشي والدنيا حر ولقيت ظل بتعمل إيه؟ بتروح تشم نفسك في الظل ده؟ تخيلوا مال ظل المسيح يبقى شكله إيه لما ظل شجرة ولا ظل حيطة ولا مش عايز أقول على الجواز. أمال ظل المسيح يبقى شكله إيه؟ ظل المسيح هو بيحميني من الخطية وبيحميني من الشر. في سفر الأمثال سليمان يقول شهوة الإبرار خير أما نفس الشرير فتشتهي إيه الشر. وفي أشعياء يقول إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة النفس بنفسي اشتهيتك. في كلام كتير قوي في الكتاب المقدس على موضوع إن احنا نبقى في ظل ربنا. داود يقول بظل جناحيك إيه استرني، ويقول ارحمني يا الله ارحمني لأن عليك توكلت نفسي وبظل جناحيك إيه اعتصم. عارفين ظل جناحيك يعني إيه؟ يعني عارفين لما واحد كده يحب يحسس واحد بالأمان يقول له you are under my umbrella، يعني أنت تحت إيه حمايتي، أنت تحت حمايتي، هو يحس بالإيه بالأمان. يقول له بظل جناحيك إيه أبتهج. الظل مريح وبيتسبق إليه الناس، فظل ربنا بالنسبة للناس اللي اختبروا ربنا شيء جميل جدا، بكل واحد فيه بي ايه عايز يجلس فيه. وثمرته حلقة لحلقي. اذا كانت الشمس بتلوح والظل بيعطي نوع من
فريش النفس، فهنا النفس دي محتاجة انها ايه يبقى لها فرح بالثمر ان الله ايه يطعمها. عارفين زي ايه؟ زي ما واحد يقعد كده قاعدة هادية مع نفسه وبعد كده يبتدي يصلي، وتكون نتيجة الصلاة ده انه يحس بايه؟ بسلام، بتغيير، بفرح، يبقى دوت ايه؟ ثمر. ده الثمر اللي هو ايه عاشت فيه. الاباء ياخدوا الحتة دي، الظل والثمر، ويطبقوها على العذراء. النهاردة على فكرة عيد دخول العذراء الهيكل، فيقولوا حاجة عجيبة قوي، يقولوا ان العذراء جت تحت ظل الروح القدس. لما الملاك ظهر لها قال لها الروح القدس ايه وقوة العلي ايه تظللك. نتيجة حلول الروح القدس وتظليل الروح وتظليل العلي عليها، يقول ايه؟ القدوس المولود منك يدعى. طب مين اللي اتمتع بالثمرة بتاعت العذراء؟ كلنا. واخدين بالكو؟ اللي يجلس في ظله يتمتع بثمره، اللي يهرب من ظله لا يثمر. أحرقوش. يبقى ما فيش ايه ثمر فيه. عشان كده كل انسان فينا، يعني في ترنيمة بتقول ما احلى ساعة اختلي فيها مع الايه؟ مع الحبيب. ان الانسان يناجي ربنا ويقول مع عروس النشيد انا لحبيبي وحبيبي لي. هو ده اللي تحت ظله، تحت ظله، تحت عنايته، تحت رعايته، تحت معونته، تحت خلاصه، تحت غفرانه. كل ده يخلي الإنسان يثمر. فالخلاصة بتاعت الحتة دي إن بدون أن تجلس في ظل الله، في ظل المسيح، لن يكون لك إيه؟ ثمر. لن تكون لك ثمرة حلوة لحلق. كل إنسان اتمتع بربنا اتمتع بدي. ده يقوله عن الآباء في قرايتهم للإنجيل، من حلاوة اللفظة في أفواههم لا يستطيعون أن يتركوها ليذهبوا إلى لفظة أخرى. يعني تيجي تصلي كده مثلا وتقول إيه؟ لأنه تعلق به فأنجيه. مزمور 90، تعلق به فأنجيه، وتلاقي حياتك كده راحت شريط قدامك وتقول آه ده أنا اليوم الفلاني ده حصل لي وربنا إيه، والابن الفلاني حصل وربنا نجاه، وبنتي حصل وربنا نجاها، وجوزي حصل وربنا نجاه. وتحس إن حياتك كلها إيه؟ كأنك أنت لما بتحس بوجودك ده بتحس بثمرة حلوة أنت بتتمتع إيه بيها. أدخلني إلى بيت الإيه؟ الخمر، وعلمه فوقي محبة، اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. إيه الجمال ده؟ هو العالم بيعرف يحب؟ الحب اللي في العالم ده حب استهلاكي. في كتاب لطيف قوي لواحد اسمه كوستي باندالي اسمه المفهوم الإنساني للجنس، بيقول احنا بنحب زي ما واحد يحب التفاحة، وبعد ما يأكل التفاحة هيوديها فين؟ لا ما برماش، بيدمرها. لكن احنا المسيح حبنا وبذل، علمنا الحب الحقيقي. في الإصحاح الأولاني قالت أدخلني إلى حجاله، وفي الإصحاح الثاني تقول أدخلني إلى بيت الإيه؟ الخمر. الذي لا يدخل إلى الحجال لا يستطيع أن يدخل إلى بيت الخمر. إيه الموضوع؟ إيه بيت الخمر ده؟ خمرة؟ لا، ده بيت الفرح. في الكتاب المقدس الخمر رمز للفرح، بيت الوليمة والحكمة. لعلما أوريجانس يقول أما الخمر الذي يستخرج من الكرمة الحقيقية السيد المسيح فهو جديد على الدوام، به يتجدد فهم المتعلمين للمعرفة الروحية والحكمة على الدوام،
لهذا قال المسيح لتلاميذه سأشرب هذا الخمر معكم جديدا في ملكوت أبي. نفهمهاش الآية دي. والتلاميذ لما اتملوا من الروح القدس ووقفوا قدام اليهود في العيد قالوا اليهود قالوا ايه؟ لقد امتلأوا ايه؟ سلافة فكرهم مسكرين. لكن هنا بيكلمنا على نوع تاني من الخمر، الخمر الذي ينبه لحب الايه؟ الحبيب. الدخول الى الحجال هو المعمودية، هو الدخول الى بيت الملك، هو الدخول الى استحقاقات كل ما للإنسان المسيحي. أما الدخول إلى بيت الخمر هو سر الإفخارستية اللي الإنسان بياخد فيه شركة جسد ودم المسيح. كل حاجة كده، الأول الدخول إلى الحجال وبعدين الدخول إلى بيت الخمر. الأول إن أنا أبقى في حضرة الملك وبعد كده أتمتع بالفرح. يجي واحد يقول لي إيه أبونا أنا مش فرحان، أقول له طب في خطية مضايقاك؟ أقول له يا ابونا ما الخطايا كتير، ما احنا نعمل ايه يعني مش عارف ايه. طب ما انت مش هتفرح، عشان تفرح ده الدخول الى بيت الايه؟ الخمر. لازم تروح الاول الى الحجال اللي هو ايه؟ التوبة. ربنا بيدخل بكل نفس مؤمنة لبيت محبته ويكشف لها ايه؟ أسراره، فتقيم علم النصرة فوقها. عارفين لما في الحرب او في اي حد رسمي بيتكلم دايما يحط علم الدولة ايه؟ وراه. وحتى لو دولة عاملة سفارة في مكان في بلد تانية ترفع علم البلد ايه؟ عليه، ويقولك دي ارض كذا. العلم معناه ايه؟ الملكية. العلم معناه كذا حاجة. اول حاجة وجود الملك. العلم وجود الملك، والعلم يعني سيطرة الملك، مش ملك مهزوم، ملك ايه؟ منتصر. فلما بتقول ان علمه فوقي محبة يعني معناها ان هو موجود كائن وان هو منتصر وان هو يملك عليا. ثلاث حاجات كده بالترتيب، انه موجود، انه كائن، وانه ايه؟ مسيطر منتصر، والتالت حاجة ان هو ايه؟ يملك ايه؟ عليا. فلما يجي الشيطان دي ايه؟ دي ارض المسيح. لما الشيطان كده بيقول كده عايز يغربلكم، لو عدى ولقى واحد ما لهوش العلم هيعمل فيه ايه؟ هيضيعه. نرجع بقى شوية ورا كده في خروف الفصح، كانوا بيدهنوا الدم على ايه؟ على القائمتين والعتبة العليا. عارفين الفريم اللي كده؟ يعني الباب ليه فريم أربع نقط كده، ما يدينوش على الأرض، الدم ما يداش في الأرض، لكن على القائمتين والعتبة العليا. هو ده العالم، هو ده العالم اللي كان اليهود بيحطوه ومش إيه؟ مش فاهمين بعده. ده قال إن الملاك المهلك يرى الدم فيعبر عنكم. ليه؟ لأن دي حماية سمائية، دي حماية إيه؟ سمائية. هل ان النهاردة لما بيجي شيطان يحاربني بيلاقي عالم المسيح فوق راسي، ولا بيلاقي السارية فاضية وبقول له تعالى طلع العالم الاسود بتاعك؟ ها بيلاقي ايه؟ انتوا عارفين الشيطان بيحاربنا ليه؟ لان بيلاقينا فاضيين. لو قلبك، الاباء يقولوا لنا كده، العقل الفاضي معمل للشيطان، يقول لك يا اما اتفرج على التلفزيون، دور لنا على حاجة تعسرنا، دور لنا على واحد يحطنا عالم اسود، امسك التليفون، ايه اخباركم، ايه اخبار مش عارف مين، دور لنا على عالم اسود. انا نسميه العالم الاسود، عالم الشيطان عالم اسود. لكن العالم بتاعي انا، بتاع ملكي اللي هو عليه الصليب، عالمه فوقي ايه؟ محبة. الشيء الوحيد اللي يخليك العالم بتاع المسيح مرفوع فوق راسك على طول هي ايه؟ محبة. هي المحبة اعلان. يعني انتوا عارفين كلمة المحبة دي، لو انا علاقة العالم بالمحبة، لو تجيب واحد جندي مثلا، ده الجندي بيضحي بحياته عشان العالم يبقى ايه؟ مرفوع. لان كون العالم ينزل معناها ان الارض دي ايه؟ اتسلبت، نهبت.
فأنا عايز كل واحد فينا يحب ربنا لدرجة أنه يحس أن عالم ربنا دايما مرفوع إيه عليه، علمه، قدرته، سلطانه، قبولي، خضوعي، محبتي دايما هي إيه بتعلن هذا. فارتباطنا بربنا هو بسبب الإيه؟ الحب. نحن نحبه لأنه أحبنا إيه أولا. تقول لهم اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح لأني مريضة حبا. فبعض الترجمات يكتبوها مجروحة حبا. الإنسان لما بيحب بيبقى عامل زي الأخت دي بالظبط كده، يبقى مش دريان كده بإيه. انتوا عارفين لما زمان كده كان فيه أوبريت بسيط كده، البت اللي مخطوبة ويعمل الشاي، أبوها يقول لها اعمل الشاي تجيب قهوة لأمها، وقصة إياها دي. كلكم شباب مش عارفين الحاجات العواجيزة دي ليه. لما واحد تلاقيه بيتصرف كده من غير عقل تقول له انت ايه بتحب ولا ايه؟ مش كده؟ مش بتقوله كده؟ انت بتحب ولا ايه؟ مريضة ايه؟ حبا. احنا بقينا مفتقدين الحب عشان احنا بقينا واعيين قوي، بقينا دماغنا هي اللي بت ايه بتمشينا، بس احنا عايزين نحب ربنا مش نحب اي حد. بتقول له انا مريضة ايه حبا. الانسان اللي يخش بيت المحبة الالهية ويتمتع بعمل الله في حياته يبقى عنده مرض. المرض ده اسمه مرض الايه؟ من الحب، مرض الحب. انا اسألكوا سؤال، لما واحد مثلا يكون عنده درجة عالية في التعليم ومش عارف ايه، وبعد كده يروح يسيب كل ده ويقول لهم حطوني تحت السجادة وصلوا عليها صلاة الموتى وانا قاعد هنا في الجبل، ده بيعمل ايه؟ ده ايه اللي خلاها يعني؟ ده لوسة دي ولا ايه بالظبط يعني؟ ده بيحب ربنا، ده يتجنن لو ما لو هو داخلها من غير حب يتجنن. انت متخيل عشان هيلاقي في قلاية او شغلك او عملك ولا بتاع؟ ده حب. حب الشهداء اللي بيستشهدوا من اجل المسيح لغاية السنين القريبة دي، ده اسمه ايه؟ ده جنان؟ هو انا بموت فيك؟ لا، ده حب. حب ما حبوش حياتهم من اجل محبتهم في الملك الايه؟ المسيح. هي حاسة بهذا الايه؟ الحب. فعشان كده بتقول لهم اسندوني بأقراص الزبيب والتفاح، اللي هي التعاليم الإلهية المعزية. عارفين انا هشبه لكم عشان تبقوا في الصورة قوي. اما واحد يبقى حاجة عجبته قوي يقول لك ايه؟ اديني ايه؟ اديني كمان، انا عايز كمان. فمثلا بيمسك الانجيل، انا بتعامل مع ناس اوقات يقول لي ايه، اقول له مثلا ايه اقرا يشوع بن صراخ، اقرا لك مثلا اصحاحين ثلاثة، يقول لي ابونا ده انت حطيتني في كنز، انا مسكت 66 اصحاح خلصته. ليه؟ ما قدرش يسيبه. هو ده اسندوني باقراص الايه؟ الزبيب. اقعد اصلي انا مش عايز اخلص، اقعد اجي الكنيسه، هو القداس خلص بدري ليه النهارده يا عم؟ احنا مخلصين 10 دقائق بس. يقول لك لا يا ابونا احنا متعودين كده، نحس ان احنا في السماء. احنا الولاد نفسهم بنعلمهم كده، الليترجي از جورني تو هيفن، القداس رحله للسماء. طبعا اللي بيجي بدري ومركز وبيصلي ويغمض عينيه ملوش دعوه باللي حواليه، ويقفل مناخيره ملوش دعوه بالبرفانات اللي حواليه، يحس انه هو فين. انا عايز كل واحد يخش الكنيسه يقول انا لحبيبي وحبيبي ايه ليه، انا لحبيبي وحبيبي ليه، ويحس انه هو في السماء. فهنا التفاح ده عايزه مفاعيل سر التجسد، سر انتعاشها الروحي عشان تشبع القلب بهذا الايه؟ الحب. دي بقى آيتي الجميلة اللي أنا بحبها جدا، النشيد 2 آية 6، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ده إيه المنظر ده؟ عاملين إيه؟ عاملين إيه؟ عاملين حضن. لما أنا أحط شماله تحت إيه؟ رأسي. لما تجيبي عيل صغير أو حد حبيبك تحضنيه، مش
تنيميه على ايه؟ هينام على ايدك وتحضني بالايد الايه؟ التانية. يعني انا احس ان انا عايش في حضن ايه؟ ربنا. انا عايش ان انا احس في حضن ايه؟ ربنا. ده يخليك ما تشوفش كل العالم فيه ايه، تقول العالم فيه كذا وترامب عملوا فيه ومش عارف الميدل ايست بيعملوا فيها، يقول لك يا عم انا لحبيبي وحبيبي ليه شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. طب انت حاسس كده؟ ايوه، ما انا لسه واخد لي كم قرص زبيب وكم تفاح، مش زبيب عرقي، راس ريزن. انا فرحانة، انا نفس فرحانة بربنا ومش فاضية لكل الايه الهيصة بتاعت الايه العالم ده. الاباء يقولوا لنا ان مرض الحب اذا سميناه مرض بيحدث اعياء، فمن اعراض الاعياء ان الواحد يحس انه عايز يتسند على ايه؟ على حد، ولن يستند على اكتر من الايه؟ من حبيبه. الاحساس بشماله تحت رأسي ويمينه تعانقني هو تأكيد على الاحساس بالحضور الدائم في حضرة ربنا. ده مش في وجود في حضرة ربنا، ده ملاصق فيه. يقولوا لنا الاباء ان الاحساس بالوجود في حضرة ربنا بتفوق احتمال الانسان الترابي، فبتكون النتيجة لكده ان الاناء الخزفي ده بيبقى ضعيف، فبيبقى حاسس دايما ان هو ايه؟ مسنود بقوة ربنا. انا اقول لكم على خبرة شخصية، مش لي انا بس، لكل الكهنة، في موضوع شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، في اللي هو ازاي بيديك قوة انت ما تعرفش القوة دي ايه. لو الواحد مهما كان تعبان ووقف يصلي القداس، اما بتقف على المسبح ولا صليت ساعة صليت ساعتين، تحس ان انت ايه؟ يقول لك هو ده ابونا اللي كان تعبان. ربنا بيدي ايه القوة دي؟ شماله تحت رأسي ويمينه ايه؟ تعانقني. بعض اباء بيشرحوها بطريقة تانية، بيقولوا ان الشمال بترمز الى التجارب، فالانسان وهو بيسلك في طريق ربنا ممكن ربنا يسمح له بتجارب، لكن يمين ربنا ايه؟ سندها. فالشمال لو سمحت يجرح وايه؟ يعصب، يسحق ويداه تشفيان. يبقى هو حتى لو حس بالضعف ده، لكن هو بيقول مع بولس الرسول حيثما انا ضعيف فحينئذ انا ايه؟ قوي. عشان كده هي بتنادي وبتقول لهم ايه؟ اسندوني باقراص الايه؟ الزبيب. يوحنا الحبيب كان منفي في جزيرة ايه؟ بطمس، وشاف ربنا في بهاء، يقول فسقط عند رجليه فايه؟ كميت. فايه اللي حصل؟ ربنا وضع يده اليمنى عليه، وهي دي نفس اليد اللي يوحنا شافها مصقوبة بالمسامير، لان يوحنا تبع المسيح عند الصليب، وهي دي اليد اللي شافها بتباركهم وهي صاعدة، وهي دي اليد اللي شافها اكتر من اي قثار يبيض في الايه؟ في التجلي. عشان كده يوحنا ده اكتر واحد يقدر يشرح لنا شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، لان يوحنا ده كان دايما على في حضن الايه؟ المسيح. بتوع الكورال طبعا بيرنموا لنا ترنيمة حلوة اسمها خبرني يا يوحنا عن صدره الايه؟ الحنان. وده خبرة روحية، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. انتوا عارفين ممكن واحد يديكوا 100 وعظة حلو، كلام يخش الدماغ مرتب ويطلع اساتذة يوعظه، لكن لو واحد اداكوا مذاقة المسيح، تلاقي الناس دي بتتغير، تلاقي الناس بتتغير. يوحنا لما اتكأ في حضن المسيح في العشاء الأخير اختبر الحضن ده، وعشان كده لما شافه بعد كده
عرفوا في ايه؟ في سفر الرؤيا. طبعا دي خبرة جميلة، ربنا يديكوا نعمة ان انتوا تجربوها. يعني احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبآياء الحقول ألا تيقظنا وتنبهنا الحبيب حتى يشاء. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده باختصار يعني في كلمتين، انا المتعة اللي فيها الروحية دي مش عايزها ايه تنتهي. انا حاسس ان انا في حضن ربنا وانا متمتع بالخبرة ديت، وانا مش عايز الخبرة دي تنتهي. يعني لكن مش عايزين نروح النهاردة. الموضوع ده تكرر في سفر النشيد 3 مرات. لما لقيت العروس عريسها قريب منها وفي حضنها، ابتدت تحس بجمال الحب اكتر، وابتدت تناشد الناس بعد ما ناشدت نفسها ان محدش يقلقه ومحدش يحرمني من حلاوة الوجود ايه معاه. اي نفس اختبرت المسيح عاشت الاختبار ده. يعني من ضمن الامثله بطرس عند جبل التجلي، اما شاف المنظر كده قال له جيد يا رب ان نكون هنا ونصنع 3 ايه مظال. ايه يا بطرس؟ جيد يا رب ان نكون ايه هنا. لما المسيح برضو اتكلم على ان من ياكلني يحيى بيه، قال له ايه لما المسيح قال لهم الكلام لو عليكم صعب امشوا، قال له الى من يا رب نذهب وكلام الحياه الابديه هو ايه؟ ليه في مسيحيه لغايه دلوقتي؟ لان المسيحيين داقوا ربنا. الكنيسه اللي فيها شهداء مش الكنيسه اللي بتخبط وتعمل هيصه، الكنيسه اللي فيها شهداء فيها ناس داقت ربنا. من ضمن عجائب الدنيا استمرار المسيحية في مصر وبعدد وبكمية. ليه؟ لأن الناس دي داقت ربنا. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ عاشوا الكلام اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية الإصحاح 8، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، عري، اضطهاد، سيف. ده بيقول ولو ملاك، لو ملاك، تخيلوا الجماعة دول شكلهم ايه؟ لو ملاك. من درجات العليا في الصلاة في درجتين ربنا يديكوا تختبروهم، انا كلمتكم عليهم مرة كده. درجة اسمها الدهش ودرجة اسمها الهزيز. طبعا احنا كلنا مختبرين درجة السرحان. طبعا دي مش درجة، انا بهزر. الدهش ده ان الواحد وهو بيصلي بيبقى مش حاسس باللي حواليه. شفنا قصص على بعض اباء كهنه في القدسات بيقول حاجه ويسكت. طبعا الشماس اللي واقف جنبه لو ما عندوش خبره روحيه هيخبط له على الخلاجي، لو عنده خبره روحيه ودرس سفر النشيد هيقف ساكت، هيقف ساكت وما بتحسش بالوقت ده. اما الهزيز فهو عباره عن ان كلمات الصلاه بقت جزء من حياتك، زي ما انت قلبك بينبض انت قلبك بيلهج بكلام ربنا فتهز كده. عارفين الهزيز زي ايه؟ مع فارق طبعا يعني كبير قوي. عارفين الجمل بياكل ويكتر؟ عارفين الاكترار عباره عن ايه؟ بياخد من المخزون بتاعه ويقعد ايه يخدم فيه. فيجي مثلا انا قريت اصحاح النهارده وبعدين مثلا انا الايه دي قريتها ورحت الشغل وانا بقى سايق كده، الايه دي في ايه؟ في دماغي، عمال يهز، عمال ايه يعيش الحاجات ديت. يعني دي ناس كلها مش عايزه الحبيب يصحى. لا تنبهنا الا توقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى ايه يشاء. طبعا في وقت بيجي ربنا بيسمح بيه احيانا بحاجه اسمها التخلي، ان الانسان يحس ان هو بيصلي بس مش قادر يحس بعمق الصلاه، او بيقرا ومش قادر يحس انه عايز يلتهم كلمات الكتاب المقدس،
اللي هي في المفهوم الروحي اسمها الفطور الروحي. احيانا ربنا بيسمح بكده، بس انا مش عايزك تخاف. ليه؟ لو جالك فطور افحص نفسك. لو انت اللي بقيت مهمل، بتكلفت في الصلاه وما بتكلفت في قرايه الكتاب المقدس، بتقرا كده حاجه على السريع، بتقول حاجه كده وانت ماشي، راجع نفسك وصلح، فالفطور هيروح. ده مش فطور من الحبيب، ده فطور منك انت. لكن لو انت حاسس انك بتعمل كل حاجه زي ما كنت ومش حاسس، قول له يا رب انا ما اقدرش اعيش من غير الجمال الروحي اللي انا كنت عايش فيه. احيانا ربنا بيعمل كده عشان يكون عايز ياخدنا لعمق اقوى في حياتنا الروحيه، عايز يسحبك لحته ايه اكتر. فده بيقول لك ايه؟ ستعود بقوه اعظم. تلاقي نفسك بترجع تاني بطريقه ايه؟ اقوى من اللي كنت ايه فيها. بالظباء وبأيائل الحقول، حيوانات صغيره، فبتقول لهم يعني انا بحلفكم بالخير اللي عندكم، بالحاجات اللي عندكم، محدش يوقظ حبيبي. وبعدين بقى الترنيمه اللي قلناها النهارده، صوته حبيبي. صوت ايه؟ كلمه صوت حبيبي دي ليها وعظه كده لوحدها. ازاي الواحد يقدر يميز صوت المسيح او صوت ربنا؟ هقول لك على حاجه، بس ما تتخضش. يعني انت مش ربنا بس اللي بيتكلم في ودنك، انت الشيطان كمان بيتكلم في ودنك. فلان ده ما بيحبكش، فلان ده بيكرهك، ربنا قاسي، الحكايه الفلانيه، الحكايه العلانيه. وانت طبعا ايه؟ رجلك تنسحب. لكن هنا اما تقول صوته حبيبي، يبقى هو صوت مين؟ صوت ربنا. صموئيل كان شاب صغير، سمع صوت بيقول صموئيل صموئيل، خد بعضه وجري على مين؟ عالي الكاهن. مره واثنين وثلاثه، علي كان خبير بس ما كانش بيعرف يربي عياله. قال ليه معرفة بس ملوش فعل. فقال له لما تسمع الصوت قول تكلم يا رب فإن عبدك إيه؟ سامع. وربنا اتكلم معاه وقال له إيه اللي هو أعمله. صوت حبيبي ده، لو أنا رحت لواحد زي موسى اللي الكنيسة بتسميه والآباء موسى الكليم، عارفين يعني ايه كليم؟ يكلم ربنا على طول كده. هو موسى الكليم وموسى الحليم. تخيلوا ده صوت ربنا في ودانه ازاي، وصوت ربنا معاه ايه ازاي. اقولك على حاجة تفرحك، ربنا ما بيسيبش حد ما بيكلموش. لكن الكتاب يقول لنا إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. لأن في أحيانا تقول إيه؟ أنا أروح درس الكتاب وبعدين يجينا لا ده إحنا عيد بقى وعايز أنظف، لا ده مش عارف نعمل شوية بسكوت، لا شوية مش عارف إيه، لا نروح شوبينج. ده صوت مين؟ بيسو. ده صوت بيسو ده، أخد بالك؟ فأنت تقعد إيه؟ أصلي، أروح درس الكتاب، أروح القداس، أروح مش عارف إيه. أقول لكم على حاجة بس ما تزعلوش من نفسكم، يعني فيكم حد بيروح الشغل متأخر؟ فيكم حد بيودي عياله المدرسة متأخر؟ طب ليه بنجيبهم متأخر يوم الحد؟ وليه بنيجي متأخرين يوم الحد؟ عندك إجابة؟ ولا ما فيش إجابة غير المحبة ضعيفة؟ المحبة ضعيفة، أنا سامحوني أقول كده. لو في محبة جامدة الإنسان يفط، إذا كان شغله بيروح له في قبل الميعاد، والمدرسة لو ادوله طردي الواد مرتين عارف هو وأبوه هيبقوا طردي، بيلتزم. لكن القداس معلش يا أبونا أصلها، ده مرة حد بيقول لي ما حضرتش الإنجيل، فما أعرفش إيه اللي خلاني أسأله.
بقول له طب انت حضرت ايه يعني جيت من امتى؟ قال لسه جاي. هو يعني هو الختم انك حضرت الانجيل وبقيه القداس ما حضرتوش ده مش مشكله؟ فين صوت ربنا؟ العروس لما بتسمع صوت العريس بتمتلئ فرحا وتهتف صوته حبيبي. بتهتف ايه؟ صوته حبيبي. من ضمن الناس اللي معرفوش ربنا بسهولة مريم المجدلية لما راحت عند القبر من كتر البكاء والمشاعر اللي بتعيط بيها والتعبانة، فأول ما قال لها يا مريم قالت له إيه؟ ربوني. عرفته. إحنا عايزين ندرب ودنا إن إحنا نميز صوت ربنا. لما التلاميذ شافوا المسيح على بحيرة طبرية بعد القيامة مين اللي عرفه؟ يوحنا. يوحنا قال هو الرب، لأن هو بيحب إيه؟ ربنا. إحنا عايزين نميز صوت ربنا ونقول له صوته إيه؟ حبيبي. صوته حبيبي. هو ذا آت، هو لم يأتي بعد في الوقت اللي سليمان كتب فيه الكلام دوت، لكن مجرد ان هي سمعت صوته، مجرد ان النفس سمعت صوته ادركت ان هو ايه؟ جاي. اقدر اقولها على مستويين. اقدر اقولها على العهد القديم ان الناس اللي رقدت في الايمان هم امنوا باقوال الانبياء ان المسيح جاي، امنوا باللي قالوا ربنا لادم وحواء ان نسل المراه يسحق راس الايه؟ الحيه. فرقدوا على رجاء، سمعوا صوته وقال هو ذا ايه؟ آتن. لم يأتي ولكن هو ذا ايه؟ آتن. طب اقدر اخدها علينا دلوقتي؟ اه طبعا. بطرس جاوب على السؤال ده، يقول يعني ما احنا بقالنا كتير ومفيش حاجه بتحصل، يعني احنا مش ناس بتموت وناس بتتولد وناس بتموت وناس بتتولد، ما شفناش قيامه لسه. اقول هو ذا ايه؟ آتن. هو ذا ايه؟ انا مؤمن وموقن ان الرب ياتي، سواء ياتي في اليوم الاخير او ياتي لما يقول لي ايه؟ نفسك تطلب ايه منك. الانسان اللي عنده الحواس مدربه يستطيع ان يميز صوت المسيح، والانسان المنشغل قلبه بالله يستطيع ان هو يقول دايما ايه؟ آتن. في سفر الرؤيا يقول الروح والعريس والعروس يقولان تعالى، ويقول انا اصل وذريه داود كوكب الصبح المنير، انا اتي سريعا، انا اتي سريعا، ويقول لان بعد قليل جدا سياتي ولا ايه؟ يبطئ. في عبرانيين كمان. فهنا زي ما قلت لكم كنيسه العهد القديم بتقول انه جاي كمخلص، المسيح يتولد ابن الله يسكر ابن الانسان، وكنيسه العهد الجديد بتسمع صوت حبيبها وبتقول هو ذا آتن، لان هو ياتي لياخذنا معه ايه؟ على السحاب. اما تقول آتن طافرا على الجبال قافزا على التلال، في فرق بين الجبال العاليه وبين ايه؟ التلال. الجبال بالنسبه للعهد القديم هي شريعة موسى، والتلال هي نبوات الأنبياء، مظبوط؟ وإحنا بالنسبة لنا دلوقتي الجبال والتلال إحنا هناخدهم بمعنى الوصايا اللي ربنا إيه ادهلنا من أجل خلاصنا، فإحنا منتظرينه إن هو إيه يأتي إلينا. فهو أتى إلينا حاملا طبيعتنا، يقول قافزا على التلال حبيبي هو شبيه بالايه؟ بالظبي او بغفر الايائل، هو ده واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى يوسوس من الشبابيك. عارفين يوسوس يعني ايه؟ لا مش يصوصو، لا
لا يوسوس يعني في الستارة، لو في ستارة حاجز بيننا وبين بعض يبقى في فتحة صغيرة كده يدوبك على قد ما العين ايه تشوف، فده بيسموها ايه يوسوس، ان هو يرى من فتحة صغيرة بين مكانين. فهو يأتي كظبي يتطلع إليه خلاصنا، ويتطلع من القوة ويوسوس من الشبابيك. عارفين الشبابيك اللي بتتفتح كده وتبص بين الخشب كده، كأنه بالمفهوم الروحي إن الله يتطلع على كنيسة العهد القديم من خلال الأنبياء، ويتطلع على كنيسة العهد الجديد من خلال الحضور معاه. يعني احنا بولس بيقول نحن نرى الآن كما في لغز، كما في ايه مرآة، لكن حينئذ سنرى ايه وجها لوجه، حينئذ سنراه وجها ايه لوجه. يعني في العهد القديم محدش شاف ربنا، لان قال لها احد يراني وايه ويعيش. ولما جه مع موسى يدوبك كده حط موسى في حفرة وعدى، كان اسمها هادئة، لكن كل البرود والرعود ما كانش فيها، كان مجد ربنا بس. وفي العهد الجديد لما أظهر جزء من مجده في التجلي، التلات تلاميذ الأربع تلاميذ اللي خدهم عملوا إيه؟ وقعوا في الإيه؟ في الأرض. قديس غريغوريوس أسقف نيسس بيقول لقد بلغ بهاء الكلمة إلى الكنيسة أولا عن طريق الأنبياء، وأخيرا بإعلان الإنجيل زالت ظلال الرموز بتمامها، وانهدم الحائط الحاجز، واتصل جو البيت الداخلي بنور أعالي السماوات. لم تعد هناك حاجة لنور الشبابيك ما دام النور الحقيقي قد أضاء كل الداخل بأشعة الإنجيل. ومع هذا نحن نرى في لغز كما في إيه؟ في مرآة. ليه؟ لأن جسدنا لا يحتمل أن يعاين مجد السماء ومجد الله. بالدليل بولس الرسول لما طلع الفردوس مش الملكوت، الفردوس قال ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، يعني ما حاجة لا يعبر إيه عنها. كل نفس بترتفع بتستطيع أنها تعاين. هوذا واقف وراء حائطنا، هو ده ضعفنا إحنا، اللي إحنا مش قادرين، إحنا مش قادرين نحس بمحبة ربنا ووجوده معانا. يعني إحنا جوه الكنيسة دلوقتي والكنيسة اسمها بيت ربنا، ده إحنا لو عينات تتفتح على المجد اللي إحنا فيه معرفش نجرنا إيه. طب أنت حاسة بالملاك اللي قاعد جنبك؟ ها؟ بس ده انت ليكي ملاك، كل واحد فيكم ليكي ملاك اسمه الملاك الايه الحارس. فالحائط ممكن يكون رمز للفرق بين العهد القديم والاعلانات اللي بعد كده، وفرق بين الضعف الجسد بتاعنا والمجد اللي احنا بننتظر ان احنا ايه نشوف. في أمثلة كتير لكده بس أنا مش عايز أطول عليكم. أجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. إيه رأيكم نقف لغاية هنا؟ نقف مش كده؟ كمل؟ مش هتروح؟ لا خلينا نقف لغاية هنا علشان لو دخلنا في دي أخر شوية، هو لسه في الإصحاح ده في 6 آيات. طيب في حد عنده أسئلة في الكلام ده؟ إيه؟ خفيف الحركة سريع يأتي سريعا. دليل المجيء الثاني هيبقى شكله ايه؟
والمجيء الاول كان ناس نيام وهاديين وبتاع، لكن المجيء الثاني ده ايه ده؟ بيقول لك اتنين قاعدين على الرحايا مش هيلحقوا، اتنين على السرير ظبي سريع والعيال سريعه. اي سؤال تاني؟ اي طيب، نقول والمجد لله دائما. حاضر، انا كنت اتكلم فيهم لحد بس يعني ممكن نقول لكم برضو. البابا رد عليه اجمل رد، يعني ليس بعد قول البابا تواضروس اي كلام يقال يعني، بس انا هقول لكم باختصار يعني، انا مش هكرر الكلام. هو اللي حاصل ان في احتياج رعوي معين عند بعض عائلات، العائلات دي بتتحجج او ظروفها حقيقية ان الولاد ما بيقدروش يحضروا قداس العيد، فبتكون النتيجة ان هم بايه ما بيحضروش. فالانبا سرابيون هو اسقف يعني راعي ومسؤول، ومهمته انه يقدم غذاء روحي لكل شخص حسب ايه قدرته واحتياجه. فهو بعد جواب لينا، مش بيان او قرار، بعد جواب لينا بيقول فيه ثلاث نقط. النقطة الاولانية ان مفيش تغيير في التقويم القبطي، يعني عيد الميلاد بالنسبة لنا ككنيسة قبطية هو وما زال وسيستمر 29 كهف، ودي كفاية ترد على كل الهسل اللي اتقال، يعني كل الكلام الفارغ اللي بيقولوه الناس دي، يعني دولت ناس غاويين الفيسبوك بيدوروا على اي حاجة يتكلموا فيها، وطبعا بعدم ادب وتحدي وتعدي وكلام غير لائق، يعني يدلك على المستوى الروحي. ما هو كل معهم بيفيد باللي فيه، بينضح باللي فيه. فالراجل اول نقطة قالها ان 29 كيهك هو عيد الميلاد بتاعنا، واحنا مش مفيش كلام في التغيير التقويم وكده، ده قرار الكنيسة كلها مش قرار أبروشية. النقطة التانية، كان حصل في خلال السنين اللي فاتت ان بعض الكنائس عشان يحلوا مشكلة العيال اللي بتنام دي كانوا ابتدوا يخرجوا القداسات بدري، ف11 10 ونص لغاية ما حد مش في الأبروشية عندنا طلع القداس الساعة 6 بعد الظهر. فطبعا ما ينفعش ان انا اطلع قداس العيد يوم البرمون. فالنقطة الثانية اللي قالها مسرابيون ان قداس العيد يبدأ التناول فيه بعد منتصف الليل، يبقى في اليوم الثاني. يبقى النقطة الأولانية ان ما فيش تغيير في التقويم، وان عيد الميلاد بالنسبة لنا ككنيسة قبطية هو يوم 29، وإن قداس عيد القيامة بتاع يوم 6 يناير ده هيطلع بعد الساعة 12، يعني أول واحد هيتناول 12 وحتة. دول أول نقطتين. النقطة التالتة، قال لو في احتياج رعوي، احتياج إيه؟ رعوي، إن الكنائس اللي فيها الاحتياج ده، اللي فيها ناس ما بتحضرش العيد، اصل انتوا عارفين هنا مع الولاد المولودين هنا يقول لك 25 ديسمبر ده الوايت كريسماس. يعني ايه وايت كريسماس؟ يعني فاميلي جاذرينج، يعني اوبن الجيفتس والكلام ده. ففي جيل هيتحول بالنسبه له عيد الميلاد اللي هو ده، يبقى دي مسؤوليته ولا مش مسؤوليته ان هو يقول لهم ان في قداس؟ فقال ممكن يتعمل قداس يوم 25، يبتدي من 24 بالليل تسبيحه، مش القداس مش هتعمل بالليل. اللي محتاجين وتحتها بعت لنا تحتها خط وحطتها بالأبر كيس، والجواب ده انجليزي بس على فكرة، يعملوا قداس يبتدي بعشية وتسبيحة بالليل والصبح باكر، وقداس يوم 25 بطقس عيد الميلاد مع عدم كسر الصوم. والكنيسة اللي هتعمل كده ما زالت ملتزمة انها تصلي قداس العيد يوم 6 يناير. طب ايه الراجل غير ايه؟ ايه اللي غيره؟ ما غيرش حاجة. بدليل ايه؟ ان احنا كل 29 من الشهر بنصلي لعيد البشارة والميلاد والقيامة، وبنصلي بألحانهم. الشمامسة فيكم عارفين الكلام ده، يعني احنا الطقس ده مش اختراع بسرابيون، ده احنا كل 29 في الشهر 10 مرات في السنة بنصلي للبشارة
والميلاد والقيامة جمنيسي وكل الحاجات ديت لو عايزين تقول. طب ايه المشكلة لما يجي يقول 25 العالم دي اجازة صلوا لها قداس وما تفطروش بس لازم تصلي يوم 6؟ ايه اللي قاله غلط؟ مالش حاجة. بس في ناس بقى يعني بتحب تعمل معارك يعني. وانا الحقيقة انا اتبسطت جدا من الرد اللي رده البابا، لان هو he made it clear. يعني اي حد كتب، يا اما انا سامحوني في اللي هقوله ده، يعني جهل يعني قلة ادب ما لهاش حل تالت. اصل الكنيسة ما بتتناقش على الفيسبوك، يعني الكنيسة فيها مجمع مقدس. وأنبا سرابين قبل ما يعمل كده أكيد متكلم على البابا، والبابا شايفين اتكلم إزاي عليه. الراجل ما غيرش حاجة. الناس أول ما شافت 25 ديسمبر جالها إيه؟ هلع. أنبا سرابين لا قالت نفطر يوم 25، ولا قال إن قداس 25 بديل لقداس 6 يناير. قال ده إضافي للي ما يحضرش 6 يناير. كلام واضح وكلام مفهوش أي، مش محتاج أي تفسير يعني. بس الناس اللي بتكتب بقى في الفيسبوك وبتعمل دي، ناس كلها أصل يعني يقول لك الصعلوك يشتم الملك يعني. انت عارفين يعني الصعلوك يشتم الملك فيحس أنه مهم يعني. أنا مش بدافع عن بسرابين، بسرابين ما عملش حاجة غلط يعني. وإحنا عم طلعنا ستيتمنت من الدايسيز ومضينا عليها ان احنا موافقين على الكلام ده. الكلام ده اتناقش في اجتماع الكهنة اكتر من 3 مرات، مش مرة. فهو عنده احتياج رعوي، ان في ناس زي ما بقول لكم الكريسماس بالنسبة لها الهدية اللي بيجيبوها لي يحطها لي تحت الشجرة. هل يعني خلصت كده الكريسماس؟ هو ده الكريسماس؟ طب فين القداس؟ فين الصيام؟ فهو قال ده قداس اضافي عندما يكون هناك احتياج رعوي. طبعا انتم ما عندكوش احتياج رعوي لهذا الامر يعني. ولا محتاجين؟ هنصلي لكم كيهكي. فما فيهاش حاجه. انا مش شايف اي عم بسرابي ما قالش حاجه غلط، بالعكس ده هو بيشعر باحتياج، لان هو بيقعد مع ناس كتير وبيقعد مع عائلات وبيشتكوا يعني، بيقولوا له العيال مش قادرين بيناموا، ما عندهمش اجازه. لا ما انا بقول يعني احنا هنا بصراحة عائلاتنا يعني مرتبطين قوي، فبيقعدوا العيال يعني بيقعدوا هنعيد يعني واحد يوم ابسنت يعني. ما هو المشكلة مش في الصغيرين قوي، المشكلة في الاكبر من كده، هم اللي ديسكونكتد. وزي ما بقول لكم في احتياج رعوي ان ما يبقاش كريسماس عبارة عن فاميلي جاذرينج وهدايا. كويس نعمل ده، لكن الاهم هو البعد التقصيلي. اما المواضيع دي لا فيها مواضيع ايمانيه ولا فيها مواضيع عقيديه زي التخبيط اللي عمالين يخبطوه. ايه العقيده والايمان في كده يعني؟ يعني ما احنا قبل ما البابا غريغوريوس ده بتاع روما يغير التقويم بتاعهم ينقلوا، هم الاول كانوا بيحتفلوا على التقويم اسمه اليولياني. فالتقويم اليولياني ده 25 كهك 25 ديسمبر كان بتقابل 29 كهك، 25 ديسمبر و 29 كهك. الخديوي هو اللي دخل في مصر موضوع التقويم الغريغوري ده. يعني في مصر زمان ما كانش غير فيه التقويم القبطي والهجري، فلما دخلوا بقى في المودرن ايجيبت التقويم الغربي، فالناس ابتدت الله ده دول بيحتفلوا احنا ما بنحتفلش. لان البابا انا ممكن اشرح لكم مرة الموضوع ده، بس انتوا قريتوه كتير اكيد على الفيسبوك يعني وغيره، ان البابا هم لقوا ان السنة الميلادية بتفرق 11 دقيقة، فكل 128 سنة بتعمل ايه؟ يوم. فابتدوا ياخدوها ريترو اكتف وراحوا شايلين 11 يوم، لان السنة مش عارف 365 يوم ومش عارف كم ساعة وكم دقيقة وكم ثانية، أنا مش حافظ الأرقام. طبعا الموضوع ده أنا بصرابين يتكلم فيه، لأن الكلام اللي أنا بقوله لكم ده من زمان. دلوقتي بقت فيه طرق للأبحاث الفلكية وهمية، فلو عايزين يدرسوا صح ممكن يدرسوا الموضوع صح.
ويطلعوا لنا أرقام جديدة ونشوف. لكن الاحتفال بعيد الميلاد اللي اتكلم عليه أنبس رابيون ملوش أي علاقة بالتقويم، والكنائس اللي هتصلي فرايح يوم 25 مش هتفطر، وهيصلوا تاني يوم 6 المعتاد. في أي سؤال تاني في الموضوع ده؟ واضح؟ ما أنا عايزكم تعملوا حاجة. بصوا، يعني عايزكم تبقوا سيلكتيف في الإنترنت، مش أي واحد يكتب أي كلام فارغ نقراه. ليه؟ لأن إحنا الإنترنت والفيسبوك والسوشيال ميديا ممكن ناس ما تكونش مسيحيين أساساً. أنت عارف اللي كاتب اسمه ده صح ولا غلط؟ ما تعرفش. أقل حاجة تعملها هايد ذا بوست، أو شيل الفريند، شيل الفريندشيب خالص. لا، شير ده تبقى خطية. لو عملت شير لحاجة غلط تيجي تعترف، لو عملت شير لحاجة غلط تيجي تحطها في سلسلة خطاياك. لكن أنا بقول لك هايد البوست، أو لو اتكرر بلوك الأفندي ده بناقص واحد، ما كل واحد فيكم عنده يجي 1000 صديق يعني. لكن شيرينج لا طبعا. شيرينج ايه؟ هو انت هو اكتشف لك الذرة عشان تشيرت؟ انت عارف مين ده اساسا؟ حاولوا يا جماعة، يعني الانترنت او السوشيال ميديا من الحاجات اللي الكنيسة بتتحارب بيها بطريقة مش حلوة، مش يعني. واكتر واحد بيتعرض للهيت دي البابا تودروس. يعني احنا ما شفناش ان حد يتطول على البابا. لا، في ناس دولت مش مسيحي. انا في رأيي ده مش مسيحي. طب انت ازاي يعني؟ انا النهارده لما باجي اصلي لك الحل دي كلام، على فكره انا هقول لكم ده قاله لنا البابا شنوده مش البابا تودروس. انا باجي اصلي لك اصلي الحل في الخدام في القداس، وبنقول من فم قداسه البابا تودروس الثاني وشريكه الانبس رابيون. طبعا ما انت تكون بتهين البابا وبتهين الانبس رابيون، يبقى ازاي تاخد حل من فمه؟ ما ينفعش. يبقى ده انسان تحت خطيه. فلو سمحتوا الناس دي يا تبلوكت يا ايه، وهيد البوست يشيرت تيجي تعترف. فضلوا نصلي. جعلنا رب مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وعطيته من الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. احنا في شهر كياه دلوقتي، وتسبيح كياه ابتدت النهارده بالليل عندنا الساعة 11 تسبيحة، وبعد كده في قداس بعد التسبيحة يخلص على 6 كده بالكتير. فاللي هيصوم دلوقتي. انا بقول لكم يعني، وبكره بالليل الساعه 7 هيبقى في عشيه واحده، وسبعة ونص بنبتدي التسبيحه، بس التسبيحه بتخلص الساعه 12. يوم الاحد في اليوم بتاع الكورالات اللي عاملينه في كوفينا، يا ريت اكبر عدد يروح، اللي ما هوش تذكره ممكن